بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر، بس مباشر من داخل سوق الزقازيق الدولي. تاريخ اليوم 29/8/2023 مع الفصيح الاصلي. ازيك يا فصيح؟ عامل ايه؟ الحمد لله. السوق النهارده عامل ايه؟ النهارده السوق النهارده حلواه. حلواه في ليه بقى؟ حلواه والله شايلنا جاموسة لحمة. لحم دي ب 35000. ب 35000 لحم دي. اللهم صل على النبي. لا مدير. الان بكام النهارده في البقر؟ ب 125 و 120. والجاموس ب 100 جنيه و 105. الجاموس ب 100 جنيه و 105، والبقر 125 و 130 ولا 120؟ الراجل ده كان مستني البقر 120. 120 يعني النهارده بايظه والله، بايظه بايظه. ده كان مشتري 7 8 جاموسات. النهارده كان مشتري المؤاخذة 5 6 جاموسات، فما اشتريش النهارده خالص، ما اشتريش ولا شابه النهارده. يا ولد يا عالم ربنا. يا فصيح رقم تليفونك كام؟ 012 89 66 5 3 8 3 5 3 8 3. يعني دي بكام ان شاء الله؟ دي والله بتخسر معاك، بتخسر معاك يعني. الامانه اللي دي عامله كام؟ 35 ونص. 35500 ماشي كده. لحم دي يا جماعه دي ب 35500 والدر ذبحناها يعني ب 180 جنيه. ما بلاش دي بالدر. والمعلم صابر دي المؤاخذه كان بياخد له 5 6 حتت النهارده، ما خدش ولا دين ولا دين النهارده. ادي الجاموس اللحمه اللي بيبيعوها في السنه 180 جنيه النهارده. ايه؟ لحم الكبير ب 180 جنيه. ب 180 جنيه. 180 جنيه. عند الجزار؟ عند الجزار ب 180 جنيه. عشان الغلابه تاكل. الغلابه تاكل. السوق الزقازيق ب 180 جنيه. ب 150 جنيه. ب 150 و 180 لحم، ب 150 بعظم. لحم الكبير. ب 150 بعظم و 180 مشرف. يا بلاش. يا بلاش. اللي عاوز يعزم حد يعزمه قلبه جامد. العظم العكيكه. لا لا جاهز. رقم تليفونك كم مره كده؟ 012 89 66 5 3 5 3 8 3 8 3. شغال في ايه بقى؟ وايه الله الحبيب قلبك يطيب. بتتاجر في ايه؟ في اللحم وفي الوالد وفي اي حاجه، حاجه لا نرضى يعني. شغال في كله، لحم وانيه ووالد وبقر جاموس، كله شغال، كل حاجه. من عدا الحمير بس، ما عدا الحمير. لكن الحمير تتذبح الايام اللي جايه. لا ما هو ده اللحمه بقى بتتذبح. رخص. شارب كام ده يا حاج؟ يا معلم 41. اه يا جماعه. نتايه ب 41 4100. شارب كام يا حاج ده؟ شارب له كام؟ ما تعرفش تحب خلاص. ربنا يرزقك. والله يا جماعه بنحاول نجيب لكم كل حاجه على التمام ودي تسوق، نشوف برضه اللي عايزين نضمك رقم تليفونك وصل لك بكام. واخدهم بكام يا حاج؟ واخدهم بتسرعنا بكام؟ شغال بكام؟ ب 45 يعني 4500. ربنا يسلمك. سوق الزقازيق الدولي مليان كله خير.